السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الماضي صورت لكم يعني من ضمن الأماكن المتنفس لأهل مكة، وقلت المواقف يعني الباركينج أو الأماكن اللي توقف فيها السيارات. الفيديو ذاك كان من المنفذ اللي هو جايين من طريق المدينة المنورة، يعني الطريق السريع اللي داخل على مكة والقادمين من المدينة المنورة. وكنت قايل لكم انه كل مدخل الى مكة المكرمة فيها هذه المواقف، مواقف السيارات، لانها بتستخدم في شهر رمضان والحج لايقاف السيارات حسب الانظمة. الان هذه مواقف للقادمين من مدينة جدة. طبعا هذا هو الطريق السريع، ايوه شايفين السيارات هناك، هذا الطريق السريع القادم من جدة. وبعدين يطلعوا الجسر هذا والكوبري، وهذه هي المواقف نفس الشيء. هنا عادة يعني الناحية اللي هي بين مكة وجدة بتكون حية طبعا أكثر من البوابة اللي عن طريق المدينة، لأنه جدة ما هي الميناء والمطار، ويعني من أكبر المدن في المملكة، أكبر من مكة طبعا بكثير. فهنا لو تلاحظوا هتلاقوا الموضوع حيوي أكثر من الموقف الآخر. الحين هنقترب أكثر إن شاء الله. الآن نحن داخل المواقف، طبعا زي ما قلت لكم هنا تلاحظوا الموضوع حيوي أكثر، يعني هذه للعربات اللي تجر الخيول للتنزه داخل المواقف، وهذه هنا عربات هذه اللي بيع يعني الأشياء المرطبات وما شابه، وفي خيول للركوب. هذه هنا تقدر تطلعوا على المساحة، عادة المساحات كبيرة تكون يعني هذه المواقف. أيضا في يعني تاجير لل نحن نسميها دبابات، ما بعرف يعني اللي هي الإضاءة، مشكلة هنا الظلام ما بيعطي إضاءة جيدة. هذه برضو زي ما قلت لكم خيول للإيجار، يعني متنزهين وكذا. هذه عربية يعني مو بالخيل زي ما انتم شايفين. هذا كلهم ياخذوا جولة هنا في المواقف هذه على اساس كنوع من هنا هذه الدبابات اللي هي نحن نسميها دبابات، ما بعرف عاد ايش الاسماء اللي يقال لها في الخارج. هذا استعراض مهارات طبعا.